انا عمري 28 سنه وانا حامل على شهري، وانا البعوضه طول الليل بتاكلنا، بننام مش طول الليل، كانه بصيبنا جرب من هالبعوضه، وانا يعني ضايل اسبوع وقلق ومش عارفه كيف انا ابني بده يجي على هالدنيا عندي في هالوضع هذا، في هالبعوضه وهالمجاري وهالريحه، انا مش عارفه كيف بده يجي وشمها. انا بقول لجوزي مش حيقدر يعيش الطفل اللي عندي من ريحه المجاري والبعوضه اللي حتاكله. طبعا انت شايف العيشة اللي احنا عايشين فيها، مجاري جنبنا، انا صوبت سبت نسيت اللي قبله في انصراف، زوجتي استشهد، زي ما انت شايف انا الحالة الصحية انا بظبطش ان انا اقعد، مرة حامل الشهر التاسع، مش يعني اكبر غلط ان هي تضل عنا، مش عارف انا كيف البيبي بيجي هنا وبعوض في الليل، في النهار بالساعة 6 بيصحى الدبان علينا، نحن عارفين نعيش من صوت السيارات على المية، ثاني شغلة ما بتخش علينا مجاري، يعني انت شايف اطفالنا طلع شباشب فيش عندهم الله يعزهم، قدر اجيب لاولادي. هو الصبح ريحه، في وسط النهار ريحه، في الليل ريحه، بننامش لا بننام لا ليل ولا نهار، الريحه كتلتنا. عند الاطفال مليانين حساسيه، التهاب جلدي، امراض لا تعد ولا تحصى في الجلد. عندنا مرتي مريضه فشل كلوي، بدها راحه، انا قاعد في خيمه كلها بتبخ بخ حم نار، وناهيك عن الرائحة هذه اللي كتلانة.